عاجل وهام، كسوف كلي للشمس، نادر، أين ومتى وكيف؟ الاثنين الموافق للثامن من أبريل، نيسان الجاري، يترقب الملايين في أنحاء قارة أمريكا الشمالية، واحدة من أندر حالات الكسوف الكلي للشمس، فمن ولاية مازتلان الساحلية للمحيط الهادي في المكسيك إلى الساحل الشرقي لنيو فاوندلاند الكندية، سيحجب الغمر الشمس تماماً ويلغي ظله على الأرض ليتحول النهار إلى ليل في غضون دقائق. ومن المعروف أن الشمس أكبر بنحو 400 مرة من الغمر، لكنها أيضاً أبعد بنحو 400 مرة، مما يعني أن القرصان يظهران بالحجم نفسه تقريباً بالنسبة لنا، وهو ما يسمح بحصول الكسوف عند اصطفاف الغمر بين الأرض والشمس. وما المميز في هذا الكسوف؟ يحدث كسوف كلي للشمس في مكان ما على الأرض كل 18 شهرا، ومع ذلك فإن كسوف 8 أبريل هذا له أهمية خاصة بسبب الكمية الهائلة من الأراضي المأهولة بالسكان التي سيمر بها الكسوف، وهو ما يسمح لما يزيد عن 40 مليون شخص بمشاهدته. هذا بالإضافة إنه سيستمر لمدة 4 دقائق و28 ثانية، وهي مدة طويلة نوعا ما مقارنة بأغلب الكسوفات الشمسية الكلية. إلى هنا أصدقائي وصلنا لنهاية هذا الفيديو، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسونا في النهاية باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.